سيدي، ملف الأسرى والوضع في اليمن معقد وشائك، ويعني الحلول دائما ليست سهلة، لكن طريق من خلال عمان قد توصل إلى حل بين الطرفين، كون لابد من وضع حد لهذه المشكلة القائمة منذ سنوات، منذ بدء الأزمة في اليمن. نعم، عمان كراعي للمفاوضات، وطبعا الأمم المتحدة كل يعني تقدم عمان والأمم المتحدة كل التسهيلات من أجل الوصول إلى تفاهم بين طرفي الأزمة، من أجل الوصول إلى حل قد يعني يضع حد لمشكلة الأسرى من الحوثيين أو من جانب الحكومة اليمنية في السجون الحوثية. نأمل أن تتوصل المباحثات في عمان إلى الوصول إلى حلول لهذه الأزمة القائمة. نعم، الجانب الأردني هل يكتفي بتقريب وجهات النظر بين الطرفين أم له دور استشاري فيما يجري دكتور قاسم؟ يعني الأردن دائما قريب بالأزمات اليمنية منذ أيام اليمن الجنوبي والشمالي والأزمة ومؤتمر عمان 2006 وما تبعه من جهود. يعني الأردن جهة موثوقة بالنسبة لأطراف النزاع باليمن، والأردن دائما يعني وسيط محايد يحاول أن يقدم الاستشارات لتقريب وجهة نظر الأشقاء، لا يتدخل لصالح طرف ضد طرف، وإنما يعني دائما يفتح جميع الأبواب أمام الأشقاء من أجل الوصول إلى تفاهمات حول الأزمات القائمة. دكتور قاسم، هل يمكن تحقيق انفراج في هذا الملف الذي يعتبر إنساني بعيدا عن تعقيدات المشهد السياسي في اليمن؟ بطبيعة الحال زي ما تفضلت أنت، الموضوع إنساني أكثر منه أي تعقيد آخر سياسي. يعني المشهد كله في اليمن منذ وقف الغارات في عاصفة الحزم، ومنذ يعني هناك الدخول في في هدنة. حلحلة للأمور. نعم، يعني ربما يكون هناك في الأزمة في طريقها إلى الحل، لكن لا نعول كثيرا، لكن قد تكون بداية طريق لحل الأزمة بشكل نهائي. أشكرك جزيل الشكر دكتور قاسم العمرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة البتراء، على هذه المداخلة. كنت معنا مباشرة من عمان.